خطير زيزو 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 الخطير حكاية في لعبة كده ورواية هنعرض فيها مزايا حلقات مثيرة للغاية عايز اقول لك ان الحكاية دنيا غريبة ضحكتها غاية ماهيش وسيلة لكن رواية في يوم كئيبة ويوم مراية شايفنا حلوة اخرتها غنوة عايش غريب في الدنيا تايه حاجات هايفة وحاجات بسيطة وكل يوم عامل لي زيطة يا ابني خلاص وجعت راسي عمال بقاسي منك وناسي عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير حكيت معاك يا دنيا عجيبة نور طلبة ما بقاش له حبيب حظ معاك يا هو سلامات والطيب في الدنيا ومات حبيت البت الشطورة ما عايشة في لعبة ومغمورة حبيتها فلاطة من صورة ما احلى بنات في المنصورة ما هو احلى بنات في المنصورة دي حاجات هايفة وحاجات بسيطة وكل يوم عامل لي زيطة يا ابني خلاص وجعت راسي عمال بقاسي منك وناسي عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير حبيبنا جنونا من حلوتهم فايف ستار من لعبتهم يا ستا من شاوتهم قلبي احتا ادم في بيتهم واجبار ادم في بيتهم واجبار زيزو خطير ودواد مكير عمرو زيزو سمير هيغيزو في التمرين واد كلابيزو ادم طلبة يعاكس زيزو على اعصابك والله زيزو هادي ومكير في التفكير ماله مثيل صنع سلاح طلب الفلاح حلف يمين انه يكون او متين على حركاته من نظراته تشوفها تعرف انه تقيل نظرة عينيه حركة ايديه الواد ده ايه دواد خطير زيزو الخطير زيزو الخطير دي حاجات هايفة وحاجات بسيطة وكل يوم عامل لي زيطة يا ابني خلاص وجعت راسي عمال بقاسي منك وناسي عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير انا زيزو الخطير عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير عايز تقولي انك خطير عايز اقولك اني خطير موبايله اهو خد مفتاح الشقه خد اهو يلا يا المطلع في سما حاجه لا ضغطت اللي في الله اولاد الجزمه خلاص تمام ماشي وبعدين ايه اللي بتاخد منه هلا لا ايه يا ابني هلا كفايه لا كابتن هات لي العب يا ابني كفايه بدل ما نكسر حد ولا تموت حد النهارده البس النور
يدخل على الهواء ونشوفه بيعمل ايه. صاير لانه يعمل لي تعبان بالصلصال. وانا عاوز اقول لنا كمان حاجه. يلا واجي واجي. ايه ده بابا انت بتعمل اتصال؟ واو بابا ممكن تعمل لي واحد زي هاب؟ ايه رايكم في الشجره دي يا اولاد؟ حلوه بابا حلوه قوي. بابا بابا اعمل لي عروسه زي دي يا بابا. واعمل لي ابوها الكيس. ماما تعبان. ماما بابا هات لي ده وده. طب خد رب عاد يوسف حبيبي وشجاع و عايز اقول لك اني خطير. عايز تقول لي انك خطير. عايز